موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته الكلام عن منهج الأشاعرة وبيان الانحرافات التي وقعوا فيها وخالفوا منهج الكتاب والسنة فيها. وكنا قد تكلمنا في آخر درس عن نظرية الكسب عند الأشاعرة، وبينا أوجه الانحراف عندهم في هذا الباب ومخالفتهم للحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وموافقتهم للمذهب الجبرية في هذا الباب، وهم جبرية متسترة كما ذكرنا في بيان مذهبهم في قضية الكسب وخلق وقضية أفعال قضية أفعال العباد. طيب، النهاردة بنتكلم، سنتكلم اليوم في موضوع يعني هو بقية الانحرافات عندهم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وهي مسألة السببية عند الأشاعرة. الله عز وجل شاء أن يجعل أسبابا ومسببات، أسباب توصل إلى مسببات، تنتج مسببات، وشاء ذلك تبارك وتعالى، وشاء أن يكون المسبب مرتبط، أن يكون المسبب مرتبطا بسببه ويترتب عليه، وهذا أمر شاء الله تبارك وتعالى وبحكمة قدرة الرب تبارك وتعالى. فوجود قضية الأسباب والمسبب، الارتباط بين السبب والمسبب، لا يعني أبدا أن هذا وجود فاعل مع الله تبارك وتعالى ومشاركة في الفعل مع الله تعالى. الله عن ذلك، الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء تبارك وتعالى، خالق كل شيء، وهو الذي شاء ذلك، وهو الذي أراد أن يجعل أسبابا ومسببات تترتب على هذه الأسباب، هو الذي شاء هذا. وإذا شاء أنتج السبب أثره، وإن أراد أن يوقفه أوقفه تبارك وتعالى. انتبه معي، فالله عز وجل هو الذي أودع الأشياء خصائصه، هو الذي خلقها، بهذا خلق النار وأودع فيه خاصية الإحراق، وإن شاء أن يوقف هذه أوقفها كما حدث مع إبراهيم عليه السلام، وهو الذي خلق الماء وأودع فيه خاصية الإغراق، وهكذا. فليس معنى أن النار سبب في الإحراق أو أن الماء سبب في الإغراق في الغرق أن هذا إقبالك يكون بذلك أثبتنا أن مع الله إقبالك أو أن هناك خالق مع الله. في فرق بين الأشياء كلها خلقها الله عز وجل، زي ما احنا اتكلمنا حتى في أفعال الإنسان، وقلنا الله خلقنا وما نفعل، خلقنا وأفعالنا، وهذا لا يتنافع عن مسؤوليتنا، وأن أفعالنا كسب حقيقي لنا نحاسب عليها، زي ما قلنا في مسألة الجنين، من الذي خلقه؟ الله عز وجل، ولكنه شاء أن يكون له أب وأم، وأنه لا يوجد إلا وجود الأب والأم، فالأب والأم سبب لكن ليس خالقين. والله خلق الأب والأم وخلق الجنين وخلق كل شيء، وإن كذلك الأفعال تضاف إلينا إضافة المسبب إلى السبب، لكن تضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة المخلوق إلى الخالق تبارك وتعالى. ده بناء، وبناء عليه قلنا محدش يجي يقول مثلا الأب والأم ده لما يجوا الجنين يلقون الجنين في الطريق يحاسبون على ذلك أم لا؟ مسؤوليته ولا مش مسؤوليته؟ يقول احنا ما خلقناش، مش مسؤوليتنا احنا، لأنهم لم يخلقوه. خدت بالك؟ فوجود الأسباب والمسبب
ترتب المسببات على الأسباب بحسب مشيئة، الأمر داخل فيه من مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، هو الذي شاء ذلك، هو الذي خلق هذا تبارك وتعالى. فليس هناك تعارض أبدا بين ترتب المسببات على أسبابها وبين أن كل هذا يتم بقدرة الله وخلقه ومشيئته وحده تبارك وتعالى. خدت بالك؟ مفيش تعارض، ده أمر. الأمر الثاني أن الأمر مشاهد، يعني ترتب المسببات على أسبابها أمر، ها، كما أن الشرع أثبته كذلك أثبته العقل والحس. فأنت حينما تنكر هذا الأمر، تنكر، تخالف الشرع وتخالف العقل وتخالف الحس، واضح؟ ولذلك كان إنكار الأشاعرة لمسألة ترتب المسببات على أسبابها وإنكاره من العلاقة المنطقية في ترتب المسببات على الأسباب، كان هذا سببا في يعني سخرية سائر الطوائف منهم. يعني أنت بتنكر أمرا بدهيا، ده من بدهيات، انتبه معي، وما استندت إليه لا وزن له، لا وزن له. فالأشاعرة أنكروا هذه الضرورة المنطقية، بلك أنت إزاي، الحسية، وهي ضرورة ترتب المسببات على أسبابها والعلاقة بين السبب والإيه والمسبب، انتبه معي، واضح؟ فمع أنهم ماشي يسلمون بملاحظة الإيه الترابط بين العلة والمعلول، يعني هم يقول ما هي حاجة واضحة إن في ترابط بين المعلول وإيه والعلة، بين المسبب وإيه والسبب، واضح؟ لكنهم جعلوا الفاعلية المطلقة الوحيدة لمين؟ لله عز وجل، كما تكلمنا في قضية خلق الأفعال وقضية الكسب، وقالوا إن المحدث الحقيقي لجميع الحوادث هو من؟ هو الله عز وجل. وعليه بقى منعوا على هذا الكلام، إنه لا مجال لقانون سبب، قانون السببية ماشي، أو علة مؤثرة في الوجود غيره سبحانه، مع إن ما فيش تعارض، ما هو من جملة ما خلقه الله وشاءوا ترتب الايه المسببات على اسبابها وجعل الايه الاسباب الايه للمسببات، هو الذي خلق هذا وهو الذي شاء هذا تبارك وتعالى، ولا ايه ولا تناقض. ومن ثم بقى بناء على كلام هذا في انكار اخبارك العلاقه بين السبب والمسببات، قالوا ايه، قالوا ان لو حدث اتينا بالنار بجوار الحطب فأحرقت النار ليه؟ حصل إحراق ليه؟ للحطب. قالوا إن الإحراق ده حدث عند الاجتماع وليس بسبب إيه؟ اجتماع ليه؟ النار مع إيه؟ مع الحطب، ليس بسببه بل عنده، بل عند، يعني إيه؟ إن العلاقة بينهم علاقة مجاورة مش علاقة سببية، علاقة إيه؟ مجاورة. خدت بالك أنت إزاي؟ لأنهم بيعتقدون إن إيه؟ ان مفيش تاثير للايه للاسباب مطلقه. خدت بالك انت ازاي؟ مع ان الذي طبع وخلق واودع النار احراق ومن هو الله عز وجل، العكس، الايه من ايات الله، ايه من ايه من ايات الله، الماء ايه من ايات الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ محدش ابدا فهم، لم يفهم احد ان هناك تعارض بين الايه بين اثبات الاسباب، العلاقة بين الأسباب ومسبباتها وقضية إيه؟ الخلق الشامل لرب العالمين والقدرة المطلقة له، بل هذا من مظاهر إيه؟ قدراته تبارك وتعالى، هذا من مظاهر قدراته، هو الذي خلق الأشياء وأودع فيها ما شاء وخصائصها لحكمته تبارك وتعالى. لكنهم للأسف كما ذكرت لكم جعلوا مجرد إن وجود هذه الأسباب دي أمارات فقط، دلائل، لكن ما فيش تلازم عقلي بين السبب والايه والمسبب. انتبه معي، ما فيش الاشياء لا تاثير لخصائصها الذاتيه، لا تاثير لخصائص النار في انها تحرق، لا تاثير دي، خد بالك. ولذلك خالفوا كما قلت لكم الشرع كما سياتي في الكلام الشرع، وخالفوا كذلك الايه العقل والحس، أمر معقول محسوس،
لا يختلف عليه عاقلان ان النار بتبقى سبب الانحراق، الخمر سبب الاسكار، خدت بالك؟ سبب الاسلاء هم عندهم ايه؟ لا ممكن يسكر هو بيشرب الماي، حاجه مبدا عنده اسلوب ده التجويز، خدت بالك؟ مش لازم يعني ايه؟ دي بس الخمر ما جاء كده عند حدث هذا، الله عز وجل هو الذي ايه؟ خدت بالك؟ اجرى هذا الامر، اجراه من غير اي تاثير ليه؟ يعني كان الخمر والماء واللبن كله ايه؟ واحد، ما فيش اي فوارق بين الايه؟ خدوا بالكم لان زي ما هيجي بعد شويه نفس الكلام وقع في انكار الحكمه والتعليم. بنفس برضه الشبهات او قريب منها، خدت بالك اللي ايه؟ استندوا اليها. وكلام عباراته كلها نصت على هذا، الباقلاني وغيره، خدت بالك؟ يعني اهو الباقلاني يقول: لا يجوز ان تكون الاعراض فاعله للافعال، فبطل ما يثبتونه من فعل الطبائع او ايجابها لهذه الحوادث. طب انا مقدمه، خدت بالك؟ لما الحاجات دي بتفعل باذن ايه؟ باذن ربها وقدراته تبارك وتعالى. طعام زي ما انت بقول لك اهو، الفعل بتاعك كسب لك، والله خلقك وخلق فعله، ولا ايه؟ ولا، لان الله هو الذي اراد ذلك، وخلق لك القدره والاراده وخلق الفعل تبارك وتعالى، وشاء لك ذلك. مفيش تعارض بين ده، زي ما قلنا مفيش تعارض بين الاب والام. ها؟ سبب لوجود الولد وخالق الاب والام والولد من؟ الرب. وان شاء انتج السبب هذا اثرا، وان شاء لم ينتج، ممكن يتزوج باب وما ينجبوش، لان ده امر بين الله عز وجل، واضح ومفيش تعارض بين ده، بس الله هو الذي اراد ذلك وشاء ذلك، اقتضت حكمته هذا تبارك وتعالى، واضح؟ فيقول: فاما ما يهدون به كثيرا، يهدون يقصد بقى كل الطوائف تقريبا، يقول الله تخالفهم في هذا ماشي كثيرا، من انهم يعلمون حسا واضطرارا ان الاحراق والاسكار الحادثين واقعان عن حراره النار وشده الشرار نتيجه شرب الخمر. لذلك انت بالك حينما ترى سكران تقطع بين يديه، ولذلك لو وجدنا سكران والعلماء اختلفوا في اقامه الحد ايه؟ عليه، الا اذا كان بقى ثبت ان هناك شبهه او شبهه تمنع، لكن ده سكران شارب اخبارك انت ايه؟ هو عنده ممكن يكون سكران بعد ما شارب الماء، ممكن اي حاجه يعني ايه؟ ما فيش اصلا خصائص، الاشياء كلها متساويه، مع ان هذا ايه؟ بنشوف اشياء، ايوه صح، في اشياء متماثله لا نفرق بينها، واشياء مختلفه لا ايه؟ لا نسوي ايه؟ بينها. ومن قال ابدا ان الماء الطيب ماشي كالخمر الخبيث، قال هذا، وهل عين الماء كالبول، وهل الطاهر كالنجس، وهل وهل وهل، كيف هذا؟ وأودع في الأشياء خصائص وشاء ثاني. قلت لكم كلام أنت نفسه حينما تفهمه، بس لازم أنت تقرأ عشان تعرف خلل، واضح؟ تجد الخلل. قال شو بيقول كده؟ فمن قال بقى إن الإسكار حدث بسبب الخام، شدة ما في الخام، وان الاحراق حدث بسبب النار، ها، يقول فانه جهل عظيم. العلم ده انك تقول دي حاجات ايه؟ مجرد بس ايه؟ مجرد بس كده، النار مجرد حطب، الله اراد ان ايه؟ يحدث حرق، حدث الاحراق، لكن لا دخل للنار في ها؟ فيه النار ملهاش اي تاثير. ازاي يا عم؟ هذا سيء، بس الله هو الذي اودع من النار في النار هذه الخاصيه وجعلها سبب، وما فيش تعارض، وده امر بين بدليل، احنا لو حطينا اي حاجه ثانيه هتستعد، ها، لكن لما وضعنا بجرد النار وهكذا، واضح؟ طيب، يقول اخبرك الى اخر بقى كلامه: وذلك ان الذي نشاهده ونحسه انما هو تغير حال الجسم عند تناول الشراب ومجاورته، يعني ده تغير حصل في هذا الحطب فصار رمادا، او هذا الجسد الواعي العاقل صار مغطى العقل سكران
حصل له تغير. التغير ده ليس ناتجا عن شرب الخمر، ولا هذا التغير الذي احدث الرماد بدلا من الحطب، العين دي لما تغيرت هذه العين وانقلبت، ليس هذا بسبب النار. طبعا انت يعني كلام يعني كان لا ينبغي ان يطرح اصلا، وكلام لو انت تكلمت باسم الدين به ها لاديت لانصراف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. تخيل انت تتكلم كلام لا يمت لا الواقع ولا العقل ولا الشرع ايضا، لان الشبهه اللي بنوا عليها مذهبهم هذا شبهه فاسده مخالفه للشرع. مين قال عن وجود الاخبار العلاقه بين الاسباب والمسببات؟ هل تعني ان في وجود ايه فاعل مع الله؟ لا طبعا. خدت بالك؟ فاعل باذن الله، سبب باذن ايه؟ باذن الله. مش معنى انك انت كده بقت وحدت الله وان يبقى شرك، لا طبعا. وكون الانسان يفعل فعله ويكون مسؤولا عن فعله ويضاف الفعل ده حقيقة كسبا حقيقيا إضافة المسبب إلى سبب، هل ده يعني إن أنا كده وقعت في الله؟ لا، ده أنت اللي خليت جبرية، أنت اللي خليت الشرع والعقل والواقع، ولم تفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري. نفس الكلام هنا في قضية الإيه؟ الأسباب. إلى آخر إيه؟ كلامه. فهو يذهب كما رأيتم إلى أن القول بتغير حال الإيه؟ المسبب ينتج عن المجاورة للسبب لا بسببه، لا بإيه؟ بسببه. وحصول التأثير إنما هو من قديم مخترع قادر، وهو إيه؟ الرب تبارك وتعالى. أما هذه الأشياء لا دخل لها، ليس لها تأثير وليست لها أي خاصية. طب أنت كده ليه أمور أودعها الله في هذه الأشياء؟ خصائص معلومة كل دين، معلومة حسا ومعلومة شرعا ان الرب عز وجل. ولذلك فرق بين النار والايه؟ والماء. هل يجمع بينهما؟ يعني بنحس نقول ان النار زي الميه مثل، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ دي لها خصائص ودي لها ودي لها خصائص. ولذلك دي اسمها المتفرقات مش متماثلات. مش ايه؟ والشريعه لا تجمع بين متفرقين كما لا تفرق بين ما ايه؟ متماثلين. ودي من قواعد الشريعه. واضح؟ طيب. فأنكروا أن يكون لها خصائص أو صفات ذاتية خلقها الله عليها فجعلها سببا للإحراق أو سببا للإيه؟ للإغراق. ولذلك يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الأشاعرة في هذا الباب، فيقول لأن عنده ليس في الوجود شيء يكون سببا لشيء أصلا. مش حاجة في الكون اسمها شيء سبب لإيه؟ لشيء. واضح؟ ولا شيء جعل لأجل شيء، ولا يكون شيء بشيء. الشبع عندهم لا يكون في الأكل، إنما عند الأكل. عند الإيه؟ يعني أنت عمال تاكل، فعند الأكل إيه؟ ها؟ حصل إيه؟ وليس الأكل الذي تأكله سببا في الشبع. إزاي يعني؟ إزاي؟ هو الله جل جعل ان الشبع ناتج عن ايه؟ والاكل سبب في الشبع. عشان كده بتيجي عند حد معين وتتوقف. هتاكل الاكل ازاي؟ صح؟ غلط. المعده دي ربنا خلقها انها بتمتلئ بالاكل. الاكل سبب، الباء دي بقى سببيه. بقى ايه؟ بالاكل. امتلأت المعده، خد بالك انت ازاي؟ بسبب الاكل. الاكل كان سبب في امتلائها. واضح؟ الامر معلوم. هذا امر معلوم. ولذلك لو لم تاكل تمتلئ المعده امتلئ بسبب. وربنا عز وجل هو الذي شاء هذا وخلق الاكل والمعده والشرب وما يؤكل، وهو الذي شاء هذا واراده تبارك وتعالى. يبقى المشكله في كده. لكن اهو العجب والاعجاب من صنيع القول. يقول ماشي، ولا العلم الحاصل في القلب بالدليل. يعني العلم حتى اللي بيحصل ليس ايه؟ ناتجا عن ايه؟ عن الدليل والبحث، ان لما في دليل ظهر لك ترتب عن هذا الدليل ايه؟ العلم. بس هو حتى الدليل العقل معرف نقول ما يترتب على العلم به، العلم بشيء ايه؟ اخر. لا،
إنما هو أنت بس عند اطلاعك على الدليل حصل العلم، خدت بالك؟ لكن مش لا دخل للدليل إيه؟ في ليس الدليل سببا في حصول العلم، ولا الطاعات عندهم سبب للثواب. مش حاجة سبب، لا يوجد شيء سبب. ولذلك يجيزون كما قلت لك أن يعذب الطائع وأن يثاب العاصي، مع أن لا يتنافى مع عدل الرب. ما هو هذا حتى في التحسين والتقدير، إن عندهم الزوات كلها كبعضها البعض، يعني ما فيش لا فرق بين الظلم والعدل، إلا أن بس الظلم ربنا حرمه فصار قبيحا، والعدل إيه؟ ولا من الكسب. عندهم الزوات كلها متساوية، ما فيش خصائص فيها خص الله عشان بها. طبعا انت لا تستغرب، ده كلام ايه يعني؟ ينافي العقل والواقع والحس والشرع. قبل ذلك يقول اهو: ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب اصلا، لا في نفسي ولا في نفس الامر، ولا الطاعات عندهم سبب للثواب، ولا المعاصي سبب للعقاب، فليس للنجاة وسيلة بل محض الإرادة الواحدة، يعني محض إرادة الله أنه هؤلاء ينجون هؤلاء يهلكون. ولذلك يدخلوا الجنة ما كنتم تعملون مش باقي السبب عنه، مش باقي ليه السبب، يعني العمل ده محض الإرادة، خدت بالك؟ زي ما يأتي في الحكمة برضه أن محض المشيئة، أن عندنا حكمة يفعل لمحض المشيئة تبارك وتعالى لا حكمة. بان الخلل أتاهم من أين؟ والانحراف اللي خلاهم نفوا صفة الحكمة عن الرب ومقتصر بالله الحكيم هو الآخره، ده بمعنى سيأتي إيه سبب. طيب ماشي يا جماعة. ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عاديا، يعني العادة جرت إن إيه؟ إن النار حينما تقترب من الإيه؟ من الحطب إيه؟ يحترق، لكن ليس السبب في حدوث هذا الاحتراق، دي بس ايه الاقتران، خدت بالك معايا؟ تنتبه. زي شوف مواقف قضيه الكسب قالوا ايه، ما هو نفس المشكله، قال لك ان ايه، ها ان الفعل، خدت بالك؟ مش 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 الانسان سبب في ارتكاب فعلي ويسال عنه، و وان هو خبرك يعني عنده السكين مثلا، لو جت الذبح يحدث ايه؟ مش بسبب السكين، انما عندما اقترن جاورت السكين الرقبه، ايوه كان كده راح ماشي ايه اشترك بيه مجرد من هو مع ان انت ممكن تحط السكين جنب الرقبه بدون ما ايه تحز او تعمل لا تمشي تحط السكين جنب تقطع، لكن انت بتعمل ايه؟ عشان كده انت مسؤول عن ايه؟ عن الفعل اهو، لان حزك ده مع السكين كان هو سبب ايه؟ الخطأ، وصرت مسؤولا بسبب ذلك. لا خدت بالك؟ ده حدث نتيجة الاقتران والمجاورة، وذلك الفعل مع اقتران الايه؟ انت بتريد ها؟ أردت مثلاً إيه الصلاة أو أردت أي عمل، فلما أردت وجئت العمل إيه اخترم مع الإرادة راحها، فألقاه الله بقى كده إيه أنت كده فعلا كلمة جبرية، ويبقى فرق إيه العاصي المسؤول إزاي عن معصيته؟ ها؟ من مجرد اقتران وأنتش مسؤول، حدث بس مفيش أي هي علاقة، ده كلام باطل طبعاً، باطل بطلان مبين خالف الكتاب كما ذكرت لك. طيب يقول: لا إن أحدهما معلق بالإيه؟ بالآخر، أو سبب له أو حكمة له، ما فيش الكلام ده ده مجرد بس ما اقترن السكين بالرقبة حدث الذبح، ولما اقترن النار بالحطب حدث الإحراق، ولما اقترن الماء سقطت في حدث الإيه؟ الغرق. لكن دي أسباب؟ لا ليست أسبابا عندهم، خدت بالك؟
دي امور لا جرت بها العاده، مجرد اقتران هذا الشيء بالاخر يجعل احدهما كده ايه، يكون احدهما اماره وعلما ودليلا على الايه، على الاخر. يعني النار اماره على الاحراق بس، لكن ليس سببا ايه فيه. بمعنى اذا وجد احد المقترنين عاده كان الاخر موجودا ايه معه، لكن ما فيش علاقه ايه، علاقه سببيه بين هذا وايه وذاك. طبعا ده كلام كما يقول العلماء باطل بين البطلان، يعني من نفى السبب ونفى العلاقه بين المسببات والاسباب خالف القران والسنه والعقل والايه والفطرة. ليه؟ اولا عندي في القران والسنه اشياء كثيرة الله عز وجل رتب الحكم فيها على ما قبله بحرف افاد السبب، افاد الايه السبب، وهذا كثير. زي ادخلوا الجنة بما كنتم ان اعمالكم كانت سببا في دخولكم الجنة، وزي ترتب العقوبات على بعض الافعال. خد بالك انك انت الفعل ده كان سبب في ترتب الايه العقوبة عليك، خدت بالك انت ازاي؟ وان هذا الشيء كان علة لايه؟ حد الخمر، السكر، لانك شربت الايه؟ الخمر كان سببا في الايه؟ السكر. الزنا كان سبب في إقامة، وهكذا. وده كثير. الإمام ابن القيم يقول ايه؟ لو تتبعنا ما يفيد إثبات وضعنا الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. لو تتبعنا، ركز معايا، ما يفيد اهو إثبات الايه؟ الأسباب، لكان يزيد على ايه؟ 10,000 موضع. انتبه معي، ولم نقل ذلك، يقول اهو، يقول ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة. يعني كذا تمسك القرآن آية آية وتشوف الأشياء المترتبة وعلاقة بين السبب وبين السبب للمسبب، شوف تجد 10 ما يقرب أو يزيد أو يقل عن 10,000 إيه موضع. يقول ويكفي شهادة الحس والعقل والإيه؟ والفطرة. والفطرة، انتبه معي. ولهذا قال من قال من أهل العلم تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم، ذوي العقول على عقولهم. فعلا الكلام ده لو طرحته على عامة الناس لرماك بالجنون، إن النار لا ليست سبب، وإن الستين لم تذبح، وإن ذا لم يبقى، ولا ليست أسبابا. على طول أول ما يفكر سيفكر أن هذا فكرة مصحة عقليا، لن لا يظن ابدا انك سليم العقل. يا عم ما هذا ماشي يا جماعه، يقول اهو وظنوا انهم بذلك شبايا العجب، انهم ظنوا بذلك انهم ينصرون التوحيد. شابهوا ايه؟ المعطله، مع ان كلامه ماذا؟ سيجعل الناس تنصرف عند رب العالمين. كلام كلام العكس، العقل والفطرة والحس والعكس كل شيء، من سيقبله؟ من سيقبله؟ انتبه معي تماما، كما ايه؟ كما شبه المعطلة، كما ان المعطلة انكروا صفات الرب وظنوا انهم ايه؟ منعوت كماله تبارك وتعالى، ها؟ وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وانه تكلم كلاما حقيقيا الى اخره، وظنوا انهم بذلك برضه يصلون الى التوحيد. نعم، ولا ده تنزيه. ده ايه؟ هو الاصول الخمسه عند المعتزله من التوحيد. التوحيد عنده هو نفي الصفات. نفي صفات كمال الرب. تخيل انت بقى تنفي الكمال عن الرب عز وجل. ها؟ وتنفي الصفات عنه. فيعني لتجعل تقع في التشبيه بالجمادات وتنفي السمع والبصر وضرب الى اخره، وانت كده بتظن انك انت ايه؟ متوحد الله.
تعالى الله عن قولك وفهمك السقيم ولو أنت اليوم تبه. رب عز وجل توحيد يقتضي أن يوصف بالكمال المطلق وأن ينزه عن كل عيب ونقص. أنت بقى تصفه بالنقص وتزعم أنك أنت توحده بزعم أنك أنت لو أثبتت الصفات وقعت في التشبيه وما ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير. لا لكن في تشبيه هو نفس الايه ما فعل هنا في قضيه الاسباب. ماشي. يقول هو فما افاده الا تكذيب الله ورسوله، لانه كده كانوا كذبوا صريح القران اللي اثبت ها العلاقه بين المسببات الايه والاسباب. تم معي. والرسل كذب الرسل نفس الكلام، فتوقعت في المخالفه والعقل والحس والايه والفطره صادمت كل هذا وخالفته بصنيعك هذا. واضح؟ طيب. يقول ثم من اعظم الجنايه على الشرائع والنبوات والتوحيد ايهام الناس ان التوحيد لا يتم الا بانكار الاسباب. مثلا الاشعار ده من اعظم الجنايه. لماذا؟ يقول هو فاذا راى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بإيه؟ بالتوحيد وبمن جاء به. وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثبات للأسباب من القرآن، من القرآن. ويا لله العجب إن كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سببا لهذا والأسباب والمسببات طوع مشيئته تبارك وتعالى وقدرته منقدر لحكمه وحكمته. إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلها كما أبطل إحراق النار عن على خليل إيه؟ إبراهيم، وإغراق الماء عن على كليمه. خد بالك أنت إزاي؟ موسى. ماشي. وإن شاء أقام تلك الإيه؟ الأسباب موانع تمنع تسليم عمق قواها، وإن شاء خلى بينها وبين اقتضاء أثرها. هو كل ده إيه؟ بقدراته ومشيئاته. أين منافاة هذا الإيه؟ التوحيد. بل هذا من أدلة عظمته وتوحيده وقدرته تبارك وتعالى. انتبه معي. انتبه. يفعل هذا وهذا وهذا، فأي قدح يوجب ذلك فين؟ في التوحيد. فين القدح؟ لما تقول إن الرب جل وعلا شاء أن يخلق أسباب تنتج مسبب ترتب على مسببات، وخلق وهو الخالق للسبب والمسبب، وهذه العلاقة بين السبب أيوه هو الذي شاء أن تقول علاقة ترتب، خد بالك أنت إزاي ملزوم لازم، وهذا بمشيئته وقدرته إن شاء أمضى وإن شاء عطل ومنعها. لا ده ايه؟ ده كمال الرب وعظم شأنه وقدرته، وده دليل التوحيد. ايه بقى اللي ينافي التوحيد في هذا؟ عشان تمنع ايه؟ العلاقه بين الاسباب والمسببات وتنفيها. واضح؟ يقول وان شاء اقام لتلك الاسباب موانع. ممكن يقيم موانع تمنع ايه؟ ها؟ ان السبب ينتج ايه؟ اثر. زي بيحدث واحد يتزوج ثم يقول لك خد بالك ويبقى الاسباب هي موجوده، زوج وزوجه وايه وحيوان منوي مع بويضه وما يتمش حمل. اما ان ربنا شاء عز وجل خلاص يخاف من السبب مش هينتج، واما اوجد مانع بقدراته بيروح يتعالج ويشوف المانع ايه صح ويزيل هذا المانع وخلاص وتنتج. كل ده بمشيئه ايه؟ الرب، وهو خالق كل شيء وهو الذي شاء. إذا ما إيه كون إن إنك أثبتت العلاقة كده أنت لا طبعا، ده أنت اللي كلامك كده كلام بعيد مخالف القرآن والسنة والعقل إيه معنى. واضح؟ يفعل هذا وهذا. يقول هذا فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد، وأي شرك سيترتب على إثبات العلاقة بين الأسباب والإيه والمسببات، وأن خالق السماء والمسبب الله، وأن هذا من مشيئة الإيه؟ هل عرفت ده شيء؟
أين هذا؟ وأنت بتقول إن السبب ها ينتج المسبب بذاته، يبقى كده إيه؟ ده الشرك. لا، أو إن السبب لم يخلقه الله أو المسبب لم يخلقه. لا، ده أنت بتقول إن هذا السبب، أيوة المسبب مرتبط به، في علاقة بينهم، علاقة منطقية ضرورية بينهما، لكن هذه العلاقة بمشيئة الله، وإن شاء أمضاه إن شاء، أخبرك منعها، وهو خالق السبب والمسبب. ولذلك ها تأخذ بالسبب طاعة للشرع، ويتعلق قلبك بيه بالرب لأنه خالق الأسباب والمسببات، وتتوكل عليه هو وتعتمد عليه هو. واضح؟ ده الفهم الصحيح والسليم. واضح يا جماعة؟ يقول هو ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبز لا يشبع والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا هو السبب لهذا الأثر، وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار هو الذي يشاء حصول كل أثر من هذه الأثار عند ملاقات كذا لكذا، وبتقول له كمان ده التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير، ولم يدري هذا القائل أن هذا إساءة ظن، النتيجة ده أنت كده هتسلط الأعداء على أعداء الرسل، على إيه؟ على ما جاءوا به الرسل. ويقول الناس انظروا إليه يقولون كلاما إيه؟ ها يخالف الإيه؟ العقل والحس والواقع. ده أنت كده تسلط أعداء الرسل على الرسل، وأعداء التوحيد على التوحيد، وتصرف الناس عن، لأنك أتيت بما يخالف يعني كل شيء، يخالف العقل والشرع، فكلامك أنت باطل، لأنك أنت بتقول له أنكر ما تراه عيانا، هذه الشمس ليست شمس، أنكر ما ترى الشمس، إزاي؟ كيف ممكن الشمس ولا يمكن الشرع أن يأتيك بإيه؟ بهذا، انتبه معي، واضح؟ ولذلك يقول ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر إيه؟ ما لا يضر العدو إيه؟ العاقل. أنت كده تسبب في صف الناس عن الدين بتكذيب الرسل. الله جل قال عن ذي القرنين وآتيناهم كل شيء إيه؟ سبب موصل لما يريد، بس ما نزعتها الله. من الذي خلق السبب؟ الرب. من الذي شاء أن يكون المسبب المترتب على السبب؟ الرب تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، كما أنهم خالفوا بذلك كما ذكرت القرآن والسنة، نفيهم للسببية يؤثر على إثبات المعجزة. إزاي؟ لأنما تقدم بيانه يتضح، لو أن الأصل أن الماء لا يغرق والنار لا تحرق، نجاة موسى عليه السلام وهو في الماء دي معجزة لموفق الأصل. طيب خروج إبراهيم عليه السلام سليما من النار، ما دي موفق الأصل، أصل أن النار إيه؟ لا تحرق. انتبه معي، أصل إيه؟ انتبه معي، أنت بذلك تكون إيه؟ لفيت. لكن المعجزة إيه؟ مش أمر خارق؟ خارق ليه؟ أي الأشياء اللي ربنا عجل شاء إن فيه ارتباط بينها وعلاقة بينها زي السبب بالمسبب، يقف بأمر الله تبارك وتعالى. يقول إنه إيه؟ أمر خارق ليه؟ هذا بلك معي إزاي؟ خارق. واضح؟ أيوة، أن يدخل الجنة بعمله كسمى، كسمى فيش تعارض، ليس العمل ثمنا لإيه؟ ها؟ سمما، ولكن سبب مع رحمة الرب وفضله ومنه وكرمه. لماذا؟ لأن الله هو الذي أعانك على هذا العمل، وهو الذي وفقك خلاله تبارك وتعالى، وهو الذي أخبرك
لم يحاسبك بعدله. لو حاسبك بعدله ها، وان كل بقى تعالى حاجه عملتها مقابل بقى نعمه من النعمه اللي عملها لك، وان الاعمال دي مهما كثرت لا تساوي شيء من انعم الله عليك، لكنها مجرد ايه؟ سبب. اذا كنتم تعملون، مش تعارض بين الحديث والايه. اذا كنتم تعملون اي بسبب ايه؟ العمل. لكن ليست هذه الاعمال ثمنا الجنة، بل هي محض فضل الله. ولو جينا للثمن، طب انت تشوف انظر في كم الانعم التي حباك بها الله تعالى. واضح؟ مفيش تعارض هنا ولا ماشي يا جماعه؟ طيب محمد صفوق واتوب اليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.